يلا يا رجاله على البركه، يلا احنا بينا. هو احنا كده خلاص؟ قضيت بفضل الله تعالى وبركه دعاء الوالدين. امال اجراءات الجمارك بتبقى امتى؟ امال انا ما سبتك كنت بعمل ايه؟ بص ابو حنف، احنا ما عندناش وقت نضيعه، البضاعه ديت لازم تخرج ومن بكره تتقسم على التجار في المحافظات، بعد كده كل واحد فينا هيعمل اللي عليه طبقا للجدول المكتوب له واللي انا وريته لك امبارح. بس انا عندي سؤال يا استاذ كامل. اسال ابا، انت من حقك النهارده بس، بعد كده انت اللي هتشيل الليله كلها لوحدك. الله يكرمك. بص هو يعني مش سؤال، هو استفسار. انا لما شفت كراتين البضاعه، اللهم صل على النبي يعني، فسالت نفسي هو احنا ليه بنستلم البضاعه فرضاني كده؟ ها؟ يعني هو احنا ليه عاملين زي تجار الشنطه؟ لازم نستلم البضاعه بنفسنا ونحطها في شنط وبعدين ناخدها في القطارات نلف على المحافظات. يعني انا شايف لو جبنا عربيه ربع نقل هنوفر تكاليف كتيره قوي يا استاذ كامل. ده انت كده ممكن تعدي عليك ايام ما توزعش غير على 4-5 بس، وفي الاخر يعني المكسب مش قد كده، ولا انا غلطان؟ شوف بقى ابو حنب، بما انك قصدت اهل الخبره فانا هقول لك، احنا كان عندنا عربيتين شغالين على الخط بنوزع بيهم، حلو. انما نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بها البلد وازمه السيوله اللي عندنا بعنا العربيتين. قول لي ليه؟ انا اقول لك، شركات التجمير والمصانع بتاعتها طلعت النسوان من البيوت تبيع. انت ما عندكش فكره عن الموضوع ده ولا ايه؟ لا ما عنديش فكره، احنا عندنا مصانع بير السلم بس. نظرا للظروف الاقتصاديه بعنا العربيتين وسرحنا العماله، ما فاضلش عندنا في الشركه غراني والمحاسب والسكرتيري وبتاع البوفيه، وان شاء الله هنسرح بتاع البوفيه كمان. غريبه، مع اني عمري ما حسيت ان شافع يعني عدى عليه ازمات خالص. هي دي عظمه شافع بيه، ما يحسسش اهل بيته باي ظروف اقتصاديه يمر بيها. عشان كده بقى موضوع العربيه هو ده السر. بتقول حاجه؟ لا مفيش يا استاذ كامل، انا بقول بلاش افتح الموضوع معاه، يعني مش عايز ازعله. وعلى فكره اوعى تكون فاكر يعني ان انا بقول لك الكلام ده عشان مكسل الف على المحافظات ولا حاجه، لا ده انا حمار شغل وعجبك، انا بس كان قصدي المصلحه. ربنا يوفقك. طيب شفت اهو، بتقول لي فراخ بيضه، دي فراخ بلدي متربيه على الغالي. اتكلم على ايه؟ بيت البنبوطيه اللي قلت لك عليها، هي واقفه هناك. يا ولاد اللذينة، شفت الواد الوسخ ماسك عليه ازاي؟ استاذ كامل احنا واقف نتفرج. تعالى محمود، محمود علي. يعني ينفع كده يا جماعه؟ اتنين على واحده. انت مالك ومال امك؟ خليك في حالك. وانت مالك ومال يا جدع؟ عايز ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ زي ما انت شايفه جت سليمه. الله، وليه شكلك مخنوق يعني ان انا بقيت كويس؟ مع اني حاسس ان مش مظبوط، حاسس ان المستشفى بتلف بيه، مش عارف. ده من اثر التسمم، حقنة التيتانوس اللي انت خدتها هتطهر الجرح بالكامل. يا نهار اسود، هو ايه اللي كان مسمم بالظبط؟ الفول ولا البصل؟ فول ايه وبصل ايه يا ابني؟ المطوه يا حبيبي اللي انت اتضربت بيها في دراعك دي مطوه ملوثه، افهم بقى يا اخي. افهم ايه؟ هو في حد بيمشي بمطوه معقمه؟ لا ده انت ليك نفس تهزر بقى. حلوه حلوه. ده انتوا رايقين وجايين لي. انتوا مخطوبين؟ لا احنا مش مخطوبين. ما هو مش معقول تكونوا متجوزين، لان لو كنتوا متجوزين كانت هي اللي كانت هتبقى ضربك بالمطوه وجايبك لغايه هنا. انا بسال بس علشان خاطر المحضر. الاستاذ اللي جابك هنا راح يبلغ البوليس، بس ما اعرفش اتاخر ليه. محضر ايه بس يا دكتور؟ الموضوع مش مستاهل، دي جارتنا، وكان في واحد ابن حرام بيعكسها في الشارع، واحد ما نعرفوش خالص، ما نعرفوش خالص. وعرفتوا بقى ازاي ان هو ابن حرام؟ شكينا فيه. في ايه يا دكتور؟ بقول لك واحد بيعكس واحده في الشارع، هيبقى ابن حلال ازاي بس؟ ويمين الله بتحصل. اسالني انا، بتجيلي الحالات دي كل يوم في المستشفى. وبعدين يا عم انا مالي، انا هعمل لك التقرير الطبي اللي هتبقى بالمحضر. محضر ايه؟ ما قال لك ما نعرفوش. ما نعرفوش خالص. انا مش مستريح لكم بصراحه. ولا احنا مرتاحين لك. بقول شويه كده يا اما، بقول لك ايه، لو انت عايز تصهين عن حقك يعني خايف منها او خايف عليها قول لي. وخاف ليه بس؟ هي دي تخاف منها؟ يعني انا بسال بس، يعني اللي كان ضربك يكون اخوها، ابن عمها، حد من قلاضيشها؟ بقول لك انا بتجيلي الحالات دي كتير كل يوم في المستشفى. انا ليه حاسس ان انا في محكمه الاسره مش في مستشفى؟ يا دكتور قلت لك اطمن خلاص. انت مش طمنتني على الجرح.
عيب بقى كده تقول عليه جرح، ده مش جرح، ده خربوط صغير هتعالج منه. وبعدين أنا لازم أعمل المحضر، فاهم؟ ويمين الله النهارده حظك بوم. قول لي ليه؟ ليه؟ لأن النهارده لا فيه حوادث ولا أي خناقات والمستشفى فاضية علي أنا وأنت يا حبيبي. تصدق بالله ما كان حد عبرك أساسا. يلا يلا خدها واعتمد على الله، وبقابلني هتجيبك هنا كتير قوي. اوعي كده يا اما، يا ساتر يا رب، يا ده النصيبه. دي واحده شكلها قتلت جوزها وبتصوت عليه. على فكره الراجل ده شكله ما كانش بيكذب. سيبك منه، ده راجل معقد، شكل مراته بتناوله بالشبشب كل يوم. على رايك، بقول لك ايه، فين الواد اللي كنت مرمطاه من الصبح؟ علي ده جري الندل، تلاقيه مستخبي في بيتنا. مستخبي ليه؟ هو هربان من البوليس. انت بتقول فيها هربان من الاحداث؟ علي هربان من الاحداث ليه؟ اصل ولع في جوز امه وهو نايم. لا اله الا الله. ومات؟ امه هي اللي اتحرقت فكرشته من البيت. علي حرق امه؟ علي حرق امه؟ يا ابن المحروقه. معقوله كامل اول طلعه مع الواد يضرب مطوه في دراعه؟ ما انا ما سبتوش، وديته افخم مستشفى في بورسعيد عشان يتعالج فيها. الله، ثم انا اتصلت بيك انت ما ردتش عليا، عرفت ان انت عندك ميتنج في الشقه. لخفيف، ما انا قلت كامل سايب شغله اشوف شغلاني كمان. هو ده وقته يا جدع. اقول ايه لاخته؟ قول لها مبروك، اخوك لقى عروسه. بلك انت البت زي لهطه القشطه، قمر 14 وانا بوديه المستشفى عشان يتعالج، كانت مموته روحها عليها من العياط. لهطه قشطه؟ يقطع علاقته بقى فورا. البت باين عليها مزه وتلزمنا كامل. مش من مقامك يا ريس، ده بابا مبوط على قد حاله. بالعكس، ده حلوه في السي في بتاعي. بلك انت البت في الخناقه ساعه ما كنت بتضرب الواد العجزة ولا رشد اباظها يا جدع. تخيل انت بقى لو قلت لها تعالي كده ولا كده تعمل معاك ايه؟ لا مالناش في الشخرمه، ده تعطلني بلاها في السيف يا جدع. انا بقول كده برضه، بس انا عايز اقول لك على حاجه قلقاني. محمود اسئلته كتيره، انت مش قلقان؟ طب انا في ايدي ايه اعمله؟ انت عارف زي ان النسوان. انا اقول لك انت برضه افهمك، ده انت مطلقهم اربعه. يبقى نشوف له شغلانه في المكتب هنا. شغلانه ايه؟ انت هتلاقي وجه احلى من دي فين؟ كان نقابه مهندسين ايه؟ طول ايه؟ واجهه ايه ولا ايه؟ ده انا بفكر اجيب له عربيه روعه نقل زي الاقتراح اللي قال لك عليه. ما ينفعش كده، مش امان، مفيش امن من القطوره. تعرف يا كامل، انا مش عارف الرد ده انت جبته له منين. عارف انا لو بنت ليلى بحالها جمع في رد زي ده ما كنتش عرفت. انت قلت له الازمه اللي تعرضنا لها، بعنا فيها كام عربيه؟ الحمد لله. كمل، انت خريت دم ويلزمك غزي. انا مش قادر افهم انت ليه محسسه نفسك بالذنب. على فكره انا لو كنت شفت اي بنت في الموقف ده كنت هعمل نفس اللي عملته. مش عشان انت زي القمر يعني، بس مفيش راجل هيقف يتفرج على ست وهي بتتضرب وهيسكت. هو صحيح في رجاله لو شافتك وانت بتضربي المنظر ده يعني ممكن تقلق، بس انا استجدعتك من ساعه الموتور يعني، فدخلت بقلب جامد. انما قولي لي، اتعلمت الضرب ده فين؟ اصل ابويا زي ما تقول كده بيديني دروس. هو ما عادش قادر يتحرك، بس من ساعه ما بطل شغل ونزلت مكانه وهو بيعلمني كل يوم عشان لو حد ضايقني ها على كام حركه بلقطهم من الام بي سي. الله يخرب بيت الدش. دش يا ريت، قصدك الوصله يا ستي؟ عادي كلنا عايشين بالوصله. انا من رشيد على فكره. مية مالحة وشوش كالحة زينا يعني. لا أنا ساكن بعيد عن البحر. إنما قولي لي، هو الوالد أبوك يعني تعب إزاي؟ ده كان أشهر بمبوطي، ده كان نائب رئيس نقابة البمبوطية في بورسعيد تمن. هي البمبوطية ليها نقابة؟ أمال، هنا وفي السويس كمان. البمبوطية كانوا كتير أيام المهنة ما كانت في عزها، أما دلوقتي خلاص. من ساعة ما حصلت الحادثة بتاعت المركب الأمريكاني الحربي اللي اتضربت في اليمن، فاكرها؟ فاكرها. كانت يجي من 10 سنين، كانت سنة شؤم. في نفس السنة مركب تاني أمريكاني ضربت بمبوطية في السويس وقتلت واحد. من ساعتها الحكومة والجماعة بتوع التوكيلات الملاحية مغلسين علينا كل يوم، مظاهرات عند المحافظة وشغلانة يعني من السويس لليمن لبورسعيد. انما انا ما فهمتش برضه الوالد حصل له ايه. عندك حق، انا رغايه
بس كنت بديك فكرة عن اللي حصل وخلى أبويا يجيله السكر، هم وديون وزعل وبنت بيجهزها قبل مني ورجليه ضربت. لا إله إلا الله، الاتنين ضربوا؟ اليمين بس، بس كأنه الاتنين راحوا. مفيش بمبوتي بيشتغل بعكاز، عشان كده أنا سبت المعهد ونزلت مكانه، وهو زمايله على وادي الحلال اللي بيحبوه في المينا بيسهلوا هالي وهي ماشية. الله، طب لما أنت ظروفك ما يعلم بيها لربنا كده، إيه اللي يخلي جوز جزم يتعرضوا لك ويتهجموا عليك؟ أنا أفهمك، لما بمبوتي لقدر الله يموت تتنقل الرخصة بتاعته لأكبر أولاده، لو ما عندهوش ولد تتنقل لجوز بنته. أنا جوز أختي مدرس إنجليزي وربنا فتحها عليه، أم واحد من العيال اللي انت روقتهم اتقدم لي عشان يتجوزني، عشان لما أبويا يموت ياخد هو الرخصة وما ينفعش تتنقل لي. دخل عليا بالحنية عايزين نريحك، أبصر إيه مدرك إيه، سكته على قفاه، شغل لي أخوه في الأزرق غلاسة. أنا ما كنتش متأكدة مين اللي بيضايقني لغاية ما انت حكيت لي عن المطار، قلت ما بديهاش نتعارك معاه، واللي حصل بقى يا ريتني ما نطقت. ده انت كتر خيرك، هو انا هسكت له؟ انا مسكت عليه زله، اوعى تفتكر اني خايفه اعمل له محضر للطرد. لو انت بيفرق معاكي حاجه، انت ما شاء الله شكلك واخده الشقه هوايه. انا ما رضيتش اعمل له محضر عشان اساومه بيه، هقول له انك قدمت فيه بلاغ وانا اتحيلت عليك تسحبه، ولما تأثرش عني هو واخوه هخليك تقدم فيه البلاغ، وهخلي الاستاذ اللي كان معاك يشهد عليه، وبكده يحل عن سمايه. ويطير في سماي انا؟ اه صحيح، ده رزل وغبي ويمكن يقرفك. انا مش فارقه معايا لا هو ولا عشره زيه، انا بس هشترط عليه المره اللي جايه انه يعقم المطوه بتاعته. اني اسفه. اه شافع، لا انا كويس الحمد لله. لا لا كويس ما تقلقش، انا خرجت على البيت. انت في البيت؟ ما انا نزلت اجيب لقمه كلها. انا جاي لك، انا جاي لك على طول يا شافع. يا شافع انا كويس، اقفل انا جاي لك. ده الرئيس اللي انا شغال معاه وجوز اختي في نفس الوقت، انما راجل بعيد عنك. لما اقعد معاكي بقى هبقى احكي لك. هو انا هشوفك تاني امتى؟ برضه هتفضلي ساكتة؟ لعلمك بقى أنا المرة دي مش هسكت له. هتعمل إيه يعني؟ هتطلع تتكلم عنه في برنامج؟ مين هيصدقك؟ أنا نفسي مش هصدقك. يعني إيه؟ يعني مين هيصدق إن واحد واخد دكتوراه من السوربون، وأبوه كان رئيس جامعة اسكندرية، وابن واحد من أعرق العائلات اللي فيها، يضرب أخته زي ما أي عربجي بيضرب مراته لما تنكد عليه؟ وبعدين انا اصلا استفزيته وخرجته عن شعوره، يعني ما اقدرش اعفي نفسي من مسؤوليه اللي حصل. بس انا كان لازم اعمل كده، انا خلاص كنت قربت اواجهه واقول له على كل حاجه. مش عارفه ده حصل ازاي، مش عارفه عملت كده ازاي. يمكن اكون فجاه افتكرت كل كراهيتي ليه، وافتكرت اللي عمله فيا وفي بابا وفي ماما. انا عارفه اني بكده نهيت اي فرصه ممكن اتكلم عنك بشكل كويس. انا اسفه يا احمد، انا اسفه بجد. اسفي على ايه؟ انت بس هدي نفسك، بكره الدنيا هتهدى وكل حاجه هتبقى كويسه، اوعدك. الف الف سلامه عليك يا غالي. انا اول ما عرفت انك طلعت من الاسبيتاليه قلت اكيد محتاج غذاء، تجيب لك شويه فاكهه، موز برتقان، الفاكهه برضو حلوه للبدن. خلاص يا شافع، ما حسسني ان انت برعت لي بكليتك، عادي يعني احنا مش في الشغل. كويس انك لسه فاكر الفرق. قول لي هتنزل الشغل بكره ولا هتريح؟ لا هنزل، عندي لفه في المنصوره مش هرجع غير لما اخلص كل اللي في الجدول. خد برتقان يا شافع. اصيل طول عمرك يا حوده، طول عمرك جدع. على فكره انا ما شغلتكش معايا عشان اخو مراتي، لا مش اني ومش اسلوبي،
ولو تفتكر انا كلمتك قبل كده كتير، قلت لك هشتغل معاها في التجاره. سيبك من الجامعه، الشغل الحقيقي في التجاره حوده. وعلى فكره بقول لك من قلبي في ساعه صفا. طبعا ساعه صفا مش ضارب نص الفاكهه اللي جايبها لي. بالك يا حوده، انت لو ركزت معايا في الشغل وفتحت مخك هيجي لك خير ما بعده خير. بقول لك ايه، مش لما ربنا يكرمك وتسد ديونك الاول تصدق يا شافع انت اول مره تصعب عليا النهارده. صعبش عليك غالي، زي ما قلت لك ركز انت معايا في الشغل واثبت لي جدعنتك وانا هدلعك الدلع كله. ده انت مني وعليا يا جدع. وانت عليا ومني يا شافع، حبيبي يا شافع والله. بقول لك ايه، هو ايه اللي في كيس الاسود ده؟ ايه؟ تصدق كنت هنسى، اصل انا عارفك بتموت في الكمبوت، قلت ما احرمكش. ده من ايام ما كنت بتتاجر في الكمبوت؟ اه مش عارف، هو تاريخ الصلاحيه ممسوح كلها واحنا نعرف. حبيبي يا شافع، حبيبي والله يا شافع. طيب بما ان مفيش تاريخ صلاحيه ومفيش فتاحه، انا هعلقها في المكان وهتعمل ونس. اتكل انت على الله يا شافع، شكل الواحد مش هيعرف ينام من شيل جمالك النهارده. ايه احنا مش هنحبس بالشاي؟ هو لسه في شاي؟ ما ينفعش ابدا الكلام انت بتقوله ده خالص. واحنا ليه نشوشر على البنت من غير اي لازمه؟ يعني اسكت على اللي عمله فيها؟ انت ناسيه يا راجل دي بالنسبه لي ايه؟ لا مش ناسيه، وما بقولش ان احنا هنسكت، بس انت كده فعلا هتعك الدنيا. احمد ما ينفعش انت تفكر وانت منفعل. بص انا عارف انك بتحب راجيه وجدعه جدا معاها وعاوز تقف جنبها في المشكله اللي هي فيها، بس انتوا الاتنين فعلا لازم تهدوا. ما يا جماعه ما ينفعش نصلح الغلط بالغلط. ايه؟ مش عاجبك كلامي؟ انا عارفه عمري ما بيعجبك كلامي، تسال رايي وبعدين كلامي ما يعجبكش. لا بس كنت فاكرك هتساعديني، بس خلاص واضح ان انا لازم اتصرف لوحدي. انا هاخد حقي وحق راجيه بايديا. سلام. ايه؟ احمد استنى، هتعمل ايه يا مجنون؟ ما محدش عايز يساعدني، انا هتصرف خلاص. احمد ده مش مطلوب حوار ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا رب، اللهم اجعله خير. خير، اللهم اجعله خير. طب هات لي ميه يا راجل. ماني عملت حسابي وحطيت ازازه الميه جنبك اهي، اشربي بالهنا والشفا. طب مش تسالني انا حلمت بايه؟ جايز تكون عايزه تروحي الحمام تتفتفي على ايدك على ما ترجعي اكون انا ريحت شويتين. يا برودك يا اخي، انت هتموتني يا راجل. طب والله ما انا حكيالك يا ست. الله يكرمك، ما هو الحكي ده اصلا فال وحش، لما يبقى الحلم يتحقق ابي احكهولي. الله لا يقدر. نام نام، نومك احسن. يلا نام دلوقتي، هتحط راسك تتقلب للصبح. يا بختك يا اخويا، يا ريتنا بقى زيك. خير يا رب، اللهم اجعله خير. يا ترى يا محمود يا ابني، الوقعة اللي شفتها بتقعها في الحلم دي خير ولا شر؟ يا رب تجعلها خير، يا رب ما تضرني فيها أبدا يا ابن بطني. يا ست ارحميني اطمني، أنا راجل عندي شغل ومش فضيلك أنت وابنك، هتفضلي تتكلمي طول الليل فهتقري فيني فما أعرفش أنام. عندي شغل بكرة الصبح ومش فضيلك أنت وابنك اللي معشش لك في كل الأحلام ده. جرى إيه يا راجل؟ أنت صح تطمني ولا تقطمني؟ والله اللي أعرفه إن كل حلم بتفسر بعكسه، يعني لو شفت واحد عريان يبقى هيتكاسي، لو شفتيه بيغرق يبقى هيجيله خير كتير، لو شفتيه مولع بجاز يبقى إيه؟ معرفش بقى، فسريها بعكسها، يبقى ناره هتبرد. ها؟ يعني لو شفت ابنك واقع يبقى كويس، لو شفتيه قاعد كده
هو ده اللي يقلقك. اطمني بقى. تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا اخوي. يا رب يسمع منك، يا رب يطمن قلبي عليك، يا رب يكرمك يا ابني ولا تضرنيش فيك ابدا. ما اقوم اصلي لركعتين لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. اه يا ظهري، ظهري تشنكل من كل شويه. قوم المفزوعه دي. اه يا رب. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة؟ إيه اللي معادك كده؟ لا أبدا ما فيش، أصل أنا يعني كنت مستنياك. مستنياني؟ ليه؟ قصدي من إمتى؟ ده أنت شكلك نايم خالص. ما تشغلش بالك، أصل أنت قلت لي إنك هتسافر الصبح، فقلت أكيد هتطلع من بدري، فقلت يعني أعمل حسابي وأجي أستناك قبل ميعاد أول قطر. يا نهار أسود، الساعة 7:30، شكلك قاعد كده بقالك ساعتين، طب ما كلمتنيش ليه يا عائشة؟ اصل حبيت اعملها لك مفاجاه يعني، بس شكل كده المفاجاه ما عجبتكش. بالعكس. اتفضل يعني، بس تلاقيهم دلوقتي بردوا شويه. ايه دول؟ دول شويه سندوتشات عملتهم لك بايدي. وليه كلفت نفسك بس يا عائشه؟ سندوتشات ايدي بالظبط، بس عشان اطمن. معلش. كبده بالهنا والشفا قلتهم لك في ردة، وحطيت لك عليهم فلفل اخضر، وعصرت لك ليمونه على كل شقه. مش كتير يا عائشه، مش كتير يا حبيبتي. حط الليمون بره وانا اعصر براحتي. يقطعني. عندك حق يا شيخ، انا بهزر بس. برضو عملت لك رغيف حلاوه بالقشطه. تسلم ايديكي. انت كده القطر هيفوتك. يا رب. بتقول ايه؟ يا رب الحقه يعني. اصل انا قلت يعني انك محتاج غذاء من الجرح بتاع امبارح. جرح الهول. جرح. جرح لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا ست انا مش قصدي اقفل الحوار، انا بذكر ربنا بس. طب انت كده القطر هيفوتك. هو ده القطر بتاعك؟ بقول لك ايه، لو وصلت بدري النهارده يعني ممكن اكلمك نتقابل. ممكن ازاي يعني؟ ده لو ما شفتكش النهارده ممكن ازعل قوي. اصل كنت عاوز اخد رايك يعني في سندوتشات الكبده. خد بالك من نفسك. وانت كمان. سلام. سلام عايش. اتفضلوا معانا. الله يكرمك، اصل الولاد ما كانوش بقالهم فتره وزالين انفاسي. كلوا يا اولاد واشكروا عمه. كلوا كلوا. بلاش بس الكيس ده عشان فيه حلاوه يعني مش حلوه في السن. لا الحلاوه دي هنسيبها للمدام. المدام حامل وعقبال اولادك كده. وانت عارف بقى الحلاوه دي مفيده جدا للبن. طبعا. هلا والشيف، طمنوني بس، الكبده حلوه؟ الكبده حلوه وزيتها خفيف. زيتها خفيف الحمد. والفلفل؟ لا الفلفل ده زي ما يكون حد شايل البذر الحراق اللي فيه. الحمد لله. ايه؟ على
بحبش العيش الفاضي. بحبش العيش الفاضي، عندك حق. لا انا شبعت الحمد لله. كل حاجة ايه يا وحش؟ سلامتك حبيبي. خليك يا حبيبي، تعبتك معايا. خليك. ايه ده؟ يا إذا حضرة الشياطين ذهبت الملائكة ولا ايه؟ لا 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 تشغل بالك، هي اصل وراها شوية مشاوير في دماغها. قبل ما انسى، انا جاي اديلك رخصة السلاح. حبيبي ما تحرمش منك، هيثم بيه والله تعبيرك معانا دايما كده يا اخي. ولا يهمك. ايه بقى يا سيدي؟ انت متاكد ان الواد ده كان معاهم؟ ايه اللي متاكد؟ ده كان على راسهم، وكان اكتر واحد بيضرب بغل ابن اللذينة. هو اي نعم كان مغطي وشه، بس انا اللي ممكن اتوب عن عينيه ابدا. عليه يا اخي نظره وقاحه ملهاش شبيه. بس انا مش عارف هو بيعمل كده ليه، يعني يكون عايز ايه من راجيه؟ حاططها في دماغه ليه يا اخي؟ ما قلت لك كلب زي ده فاهم انها معركه، لو كسبها يبقى خد حقه من البلد، وراجيه بالنسبه له غنيمه. بصراحه بقى هي اللي مديها له الفرصه، بس اوعدك اعتبر كل ده انتهى. انا قلت اعامله بادب وطنشه على الاخر، قلت اهو تتسلى لحد ما تزهق، لكن بدل ما تفرعن بقى معلش سيبه له ربي. بس انا مش عايز مشاكل، والواد ده شكله وصل لبتوع الاعلام، وانت عارف موقف الحزب. ايه يا عم شامل؟ انت بتكلم واحد هاوي ولا ايه؟ ما تقلقش، مش عايزك تقلق خالص.
يس. سلام. خلاص الله يكسفكم كده كده في وسط الادويه. طب استكن خلاص انا باشمهندس وجه حقك. مش الاستاذ محمود؟ ايوه انا الاستاذ محمود. وصلت معاك تمام. انا لما استاذ كامل قال لي حد جديد هيجي قلت هيضرب لخمه ويجي متاخر، بس برافو عليك. فين الحاجه يا باشمهندس؟ هي المدام عيانه. واي عيا ربنا ما يوريك. ما يبانش عليها خالص. وصل هاي في المرحله الاولى واحتمال نلحقه. لا هتلحقه ان شاء الله. فين الحاجه يا باشمهندس؟ تمام التمام. خد بقى مضيلي بالاستلام بسرعه. انت تؤمر تؤمر يا وش الخير. طب مش هتشيك على الحاجه ليكون المنبه اتكسر؟ ملوش لزوم يا باشمهندس. يا راجل دي الشنطه كانت هتتفرتك الصبح في قلب القطر ليكون المنبه اتكسر. يا سيدي افرض يعني هنعمل له ايه؟ نصيبه كده نصيبه كده. انا معطلكم عن حاجه؟ انا حاسس ان انا معطلكم عن حاجه، يعني جيت في وقت مش مناسب. انا ممكن استنى بره مع الحمار لحد ما المدام تخش في فتره النقاء. انت عرفت هي عندها ايه؟ لا تعدينا. لسه هنكشف عليها. طب وموطي صوتك ليه يا هندسه؟ ده بقول لك ايه يا باشمهندس؟ خد الظرف ده ودي له استاذ كامل وسلمنا عليه كتير. اسلم لك عليه كتير. طب بقول لك ايه؟ ما تعرفش النبي اروح البلد ازاي؟ مش بعيده، التوك توك هيوصلك لغايه الموقف بتاعها. توك توك ربنا معاك. توك توك هيوصلك. الله يخليك. الف سلامه. الف سلامه عليكم انتوا الاثنين. بس امانه عليك لما تكشف وتعرف عندها ايه تبلغ الاستاذ كامل عشان يطمني. ها؟ سلام عليكم. ولا اكنك شفت حاجه خالص. معلش يا حبيبتي، ربنا هيقومهولك بالسلامة. أحمد ما تستعبطش، أنا عارفة إن أنت اللي عملت كده. هي حصلت يا أحمد؟ تأجر بلطجية؟ مش بلطجية والله، دول متطوعين. أحمد ده أخويا، مهما كان اللي عمله بس برضه أخويا. الأخوة دي كان يفتكرها قبل ما يمد إيده عليكي. أنتِ ناسي إنه كان السبب في اللي حصل لك؟ ولا دي كمان هتنكريها؟ طب افرض كنت اتنفكت، كان إيه اللي هيحصل؟ ولا حاجة، هيحصل إيه يعني أكتر من اللي حصل؟ سنين انا عشانك اعمل اللي عملته ده الف مره. خليه بس يمد ايده عليكي تاني ويشوف انا هعمل فيه ايه. انت فاكر ان هو هيسكت؟ عارف مين اللي جاله النهارده المستشفى؟ مين؟ حبيب العدلي؟ هيثم كلمك؟ قال لك اي حاجه؟ هو انا هديله فرصه يتكلم؟ ليهم الكلب ده. احمد انت مش فاهم. شامل قال انه متاكد انه شافك مع الناس اللي ضربوه. حلفت له 100 يمين انك لو يمكن تعمل كده ما صدقنيش. وقال لي ابلغك ان هو مش هيسيبك ابدا. وطبعا شامل مش هينزل يتخانق بنفسه، اكيد هيقول لهيثم وهيثم هيتصرف.
انت عارف هيثم وسخته. هيعمل ايه يعني؟ هو فاكر انه هيفلت باللي عمله فيكي؟ هو بس مستقوي من فوزه وسلطته، بس بكره يجيله يوم. اه طبعا، هيبقى وزير داخليه ولا محافظ. يبقى زي ما يبقى، بس يخرج بس من الجهاز ده اللي قاعد فيه هو واصحابه وقاعدين مبرطعين وعارفين ان محدش يقدر يطولهم. هيجي يوم هنطلعهم منه ونحاسبهم واحد واحد. يا ابني انت عبيط، ارحمني من احلامك الهبله دي. المهم خلي بالك من نفسك اليومين دول، وحط عينيك في نص راسك، فاهم؟ وانا مالي؟ انت فاكره ان انا ليه علاقه باللي حصل لشام؟ طب يا رب تعدميه لو كان ليه علاقه باللي حصل. ايوه اضحكي كده وفرفشي، فكك بقى من عقده الذنب اللي جواكي.